كابتن طاهر، شايف الفترة الثالثة والرابعة، خاصة ان نادي الزمالك لجأ زي ما قلنا في بداية اللقاء او في الهاف تايم، يمكن في البداية ما كناش قرينا لسه اللي بيحصل، انه بيعتمد بشكل كبير للبنتريشن ده، يعني نادي الزمالك وصل للمربع كتير جدا، ودي كان مشكلة عندنا. عمر هشام حط دنك من 5 على 5، ودي بتدل ان اللعيب لما ياخد درايف من اول 3 بونت لغايه الحلقه، معنى كده ان هم بيعتمدوا بشكل كبير على الدرايفات بالذات الانسايد بنتريشن. شايف الاداء في التلات والرابع زي كده؟ هو هي دي المشكله اللي عندنا، زي ما قلت ان لما يحط دنك وفي عليه بريشر ده يبقى بيوصلوا الحلقه وبيوصلوا البتاع دي بسهوله، ودي المشكله الوحيده اللي عندنا. ولو كانت يعني لو تتعالج، وطبعا دي هتتعالج المشكله دي، زائد يرجع الناس اللي غايبين، زائد صحيح. انك انت برضك تهتم بالريباوند. هو اللي فرق في الثالث والرابع ان احنا ابتدينا نستحوذ على الريباوند. نعم، والمقابلات بتاعت يعني السناتر كانت احسن. يعني هم فعلا بيوصلوا للبتاع ده، بس الكور بتضيع، الريباوند بناخده. صحيح. انما في الكوارتر الاولاني والثاني ما كناش بناخد نفس الناس، خسرنا ريباوند اكتر. وزي ما قلنا ان هو هيبقى السكور مينيمم 10 بونت. هو تقريبا بقى 15 74 9 74 59، وكان ممكن يبقى اكتر من كده لو كان لو مستر اجوستي كان عايز كده. لو الماتش كان زي نادي الزمالك، ورغم وجود المحترف مع نادي الزمالك ووجود مصطفى مع نادي الزمالك، طبعا وكسبنا، لا اعتقد فوق 30 بونت. انا هجيب السكور بالظبط، بس الاقصد اقوله يعني ان النهارده الكل شارك، يعني النهارده ما عدا محمد طارق خيري لم يشارك، هو اللاعب الوحيد الذي لم يشارك من النادي. لا، هو وعمر. عمر وحيد؟ عمر وحيد نعم. عمر عماد اثنين ما شاركوش، صح؟ عمر عماد، انا اسف، عمر عماد ومحمد خيري. دي اول تجربه ليهم. وجودهم اكيد حتى لو ما شاركوش. محمد خيري قبل كده شارك كتير قبل كده. فرق 30 نقطه المباراه الاولانيه. 29 هو وعلي اول، يعني اول مشاركه ليهم، بس علي لعب. علي نزل. نعم. ونزل في الكوارتر الثالث، يعني كمان في وقت صعب. في وقت صعب، انما هو الوحيد اللي ما شاركش اسمه ايه ده، محمد مؤمن، محمد طارق خيري، واللاعب الجديد عمرو عماد.